السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حزبة بيرما. النهاردة إحنا بنبدأ الموسم الثالث للبرنامج، وإحنا بنبدأ الموسم الثالث للي مش متابعنا قبل كده حابب أقول له إن برنامج حزبة بيرما هو البرنامج الأول والوحيد المعني والمهتم والمختص بصناعة الدواجن وبس. على مدار الموسمين اللي فاتوا أو السنتين اللي فاتوا في ناس قالت إن البرنامج ما عملش أي حاجة ولا أدى أي دور، وفي ناس قالت البرنامج عمل حاجات كتير وكان له دور فعال في ملفات هذه الصناعة. وأنا حابب أقول إن البرنامج عمل اللي عليه، اجتهد وعمل اللي يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إحنا اجتهدنا وما زلنا نجتهد، إن أصبنا فإحنا لينا أجرين، وإن أخطأنا يعني فإحنا لينا أجر الاجتهاد على الأقل. قبل ما نبدأ حلقتنا حابب نتشارك مع بعض في حزني الشديد على مصور تقارير البرنامج الأستاذ محمد زكي أبو إسماعيل رحمة الله عليه. توفى محمد زكي المونتير بتاع البرنامج في حلقة من حلقات مسلسل الإهمال الطبي في المستشفيات، حلقة من الحلقات بتاعت مسلسل متكرر، والمفروض إن أنا أفرد لهذا الموضوع مساحة كبيرة قوي في اللي حصل لمحمد في أحد المستشفيات يعني. بس أنا احتراما لأهله لزوجته والأخوه والأسرته مش يعني رغبتهم، احتراما لرغبتهم انا مش هتكلم في تفاصيل. كل اللي هقدر اتكلم فيه هقول ان سيدنا عمر ابن الخطاب كان يروى عنه ان هو كان بيبقى خايف من ان لو تعثرت بغلة في العراق، هو كان قاعد في مكة، فكان قلقان من انه لو تعثرت بغلة في العراق كان خايف ربنا يسأله عليها يوم القيامة ليه ما مهدتلهاش الطريق يا عمر. ده بيتكلم على بغلة، ليه ما مهدلهاش الطريق، فما بال أرواح البني أدمين اللي عايشين في مسلسل من الإهمال واللامبالاة. الله يرحمك يا محمد يا زكي، كان إنسان قبل ما يكون فنان، باسمي وباسم البرنامج وباسم قناة الصحة والجمال وباسم وكالة جو ميديا بنتقدم لأهله بخالص العزاء. وملف الصحة ملف هنتكلم فيه بعيد عن محمد، هنتكلم فيه بعيد عن محمد احتراما لرغبة أهل محمد في إن احنا ما نفتحش الموضوع ده. شاب تلاتيني دخل زي الفل، طلع من المستشفى على المقابر. الله يرحمك يا محمد ويحسن إليك. ادعوا له يا جماعة بالله عليكم اللي قاعد قدامنا دلوقتي، محمد كان إنسان، ادعوا له بالرحمة. ما كانش ينفع أبدأ من غير ما ترحم عليه واطلب من حضراتكم إنكم تترحموا عليه. من إن احنا بنترحم على محمد وعلى وضع المستشفيات المتردي والإهمال المتعمد او الغير متعمد ايا ما كان يعني، هنتنقل نقله تانيه، نقله للطب البيطري. وانتوا عارفين ان احنا برنامج متخصص، والطب البيطري جزء من اهتماماتنا لان هو ترس من تروس هذه الصناعه. الطب البيطري اليومين دول عندهم انتخابات، الجماعه الدكاتره البيطريين عندهم اليومين اللي جايين دول انتخابات.
انتخابات حاجة اسمها التجديد النصفي يعني. وفي هذا التجديد النصفي بيكون مقعد النقيب جزء من هذا التجديد النصفي. في الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا في هيصة دايرة بقى، هيصة بمعنى كلمة هيصة كده يعني، أنا متعمد أقول هيصة، بين النقيب ومجلس النقابة القديم وبين المرشحين الجدد اللي داخلين برضو بيتنافسوا على هذا المقعد. وكل حد بيكتب كلام والآخر بيرد عليه، وحاجة يعني ما أنزل الله بها من سلطان. النقيب بيقول للأخوة المعارضين اللي بيقولوا النقابة ما عملتش حاجة على مدار فترة تولي النقيب، النقيب بيقول أنا ما شفتكمش أنتوا عملتوا حاجة، يعني اللي بيتكلموا وبينتقدوا بس ما عملوش حاجة. وهو عنده حق، هما ما عملوش حاجة فعلا، بس هما يا سيادة النقيب يا صديقي العزيز يا دكتور خالد، هما ما عندهمش الأدوات اللي من خلالها يقدروا يعملوا حاجة. حضرتك عندك الأدوات يا معالي النقيب يا صديقي العزيز، هما ما عندهمش داتا محطوطة قدام عينيهم. لا، انت اللي قدامك الداتا، يعني حضرتك قدامك الداتا وحضرتك عندك آليات وعندك أدوات تقدر من خلالها تنهض بهذه النقابة. أما هم فهم فعلا ما عندهمش، هم بينتقدوا لأن هم في مكان ما يؤهلهمش لأن هم يعملوا حاجة. أما الإخوة المنتقدين فأنا برضو لا بلوم عليهم، يعني بلوم عليهم لأن هو انتقاد لاذع للنقيب. أكيد النقيب على مدار سنين توليه هو أكيد له دور، وهو سياسته سياسة من اللي بنسميها السياسة الناعمة يعني. بس خليني أطلع من المنتقدين للنقيب والنقيب، وخليني أطلع من الانتخابات اللي هم كلهم بيسعوا إليها لا أستثني أحدا، يعني كلهم بيسعوا ليها لا أستثني أحدا. أطلع من الجو ده بسؤال فيديو دلوقتي هعرضه على حضراتكم، وأنا عايز النقيب بقى يرد، النقابة ترد، العاملين يردوا، المعارضين يردوا، المؤيدين يردوا، أيا ما كان، المهم إن أنا عايز في النهاية يكون في رد. هل أنا دوري في النقابة إن أنا أبقى نقيب أو أبقى أنا في النقابة عضو في النقابة، ولا دوري إن أنا أخدم الأطباء البيطريين؟ ده سؤالي، وسؤالي ده هعيده وأكرره بعد ما نتفرج على الفيديو اللي هنعرضه على حضراتكم ده. اتفضلوا يا جماعة لو سمحتوا اعرضوا لنا هذا الفيديو عشان نتكلم فيه. والناس دي جت من الجهاز؟ لا يا باشا تعالى وريني وش. سمعك ايه؟ الناس دي جت من الجهاز حضرتك. لا اسم ايه السم ده يا باشا؟ اسمه ايه السم ده يا باشا اللي انت حطيته لها؟ اسمه ايه السم اللي انت حطيته لها يا باشا؟ اسمه ايه يا باشا السم اللي بص لي في الكاميرا؟ يا باشا بص لي في الكاميرا. طب خليه يسكت. لا والله ما هسكت. عليا الطلاق بالثلاثة ما هسكت. فاهم. بص اسمه ايه يا باشا السم اللي انت حطيته لها؟ اسمه ايه يا باشا السم اللي انت حطيته؟ كلبة فايت هتقع دلوقتي يا عز، هتقع. اسمه ايه يا باشا السم اللي انت حطيته؟ اسمه ايه السم اللي انت حطيته؟ طب اقول لحضرتك انا اسمه ايه السم اللي انت حطيته؟ انا سواق يا فندم. اسمعني انا هفهمك. انا مالي هي ما ماتتش اصلا ولا فيها حاجه من الكلب اهي. فين المات؟ ما تصور الكلبه. هي دي الناس اللي جت من جهاز جهاز حدا اكتوبر يا جماعه، بناء على شكوى الناس، بناء على شكوى الناس جم حطوا سم للكلب. الكلبه وقعت دلوقتي ورجعت قامت تاني. فين الكلب اللي مات؟ يعني انت ما كنتش جاي تحط لها سم؟ لا حطيت سم. الراجل ده جه حط ايه لها حالا؟ حط لها سم عشان يجيب سم. ايه ده بس دلوقتي انت بتعمل تمام؟ انت لو بتعمله صح مش هتنفي الكلام اللي انا بقوله ده، انت مش هتنفي. انت بتنفي ليه؟ انت ما عملتش حاجه غلط. بتقول ليه انا ما عملتش؟ ما عملتش حاجه غلط؟ انت كنت بتحط ايه دلوقتي؟ ما ترد. ما ترد. انت عارف ان في اكتر من 100 جمعيه رعايه للحيوان هيسالوك في اللي انت بتعمله ده.
في اكتر من 100 محامي يرفع عليك قضيه في اللي انت عملته ده. بتنفذ ولا بتنفذش؟ انت عملت اللي طلب منك. هتنور الدنيا والله النهارده في التلفزيون. والله هتنور الدنيا. هتنور الدنيا النهارده والله في التلفزيون وهتنور الدنيا. ايه يا عز يا عز ايه؟ هتقع. تعالي يا حبيبتي ما تخافيش تعالي. تعالي كده. تعالي كده. تعالي. تعالي. حطوا لها سم يا جماعه. سيس كمين انا ما اعرفش اسم السم ايه بالظبط بس هي الكلبه وقعت وتشنجت في الارض ورجعت قامت تاني. تعالى يا باشا. تعالى يا باشا. مش راضي انت اللي حاطط السم في ايدك وانا شايفك وانت بتحطه. انا ما حطيتش حاجه. وسالتك دلوقتي في الفيديو قلت لي انا ما حطيتش. نفيت. اذا اللحمه اهي والسم اهو والكمايمه اهي على بقهم والعربيه اهي صدر اهي 74 61 واحد اثنين ثلاثة. بصرف النظر عن اختلافي او اتفاقي مع ان الكلاب تتسم بالطريقه دي او الموضوع ده صح ولا غلط، مش هي دي قضيتي. ما بتكلمش على القضيه دي دلوقتي، انا بتكلم على قضيه دكتور بيطري. الدكاتره اللي حضراتكم شفتهم دول كلفوا من الدوله ومن نقابتهم ان هم ينزلوا يعني ينفذوا هذا الاجراء. انا ماليش دعوه الاجراء ده صح ولا غلط عالميا ودوليا وحقوقيا وكذا، انما هم اطباء بيطريين كلفوا ان هم يعملوا كده. وبعد ما كلفوا ان هم يعملوا كده احنا سبناهم بقى في الهواء الطلق، يعني اذهب انت وربك فقاتلا، روحوا انتوا بقى مع نفسكم كده. هو اتبهدلوا اتشتموا اتهانوا. دوله مطلعه أطباء بنقابة مطلعة أطباء تجري مهمة معينة وسايبينهم بلا حماية. بأمانة وأنا بتفرج على هذا الفيديو أنا تخيلت إن أخويا دكتور بيتر وقعد 6 7 سنين يا عيني بعد ما أخد ثانوية عامة وطلع عينه فيها وبعدين اجتهد وبعدين دخل كلية طب ما شاء الله وبعدين بقى دكتور ما شاء الله وبعد ما بقى دكتور ما شاء الله بعث يؤدي هذه المهمة بناء على رغبة المسؤولين. وتخيلت ان هو بقى رايح ينفذ مهمته دي ان هو بيتهاني الاهانة دي. انا الدكتور وهو والناس بتكلمه لو تبصوا على عينيه لو تبصوا على ملامحه لو تبصوا على قلقه وخوفه حرام. ما هو اما ان احنا نكلفهم بمهام ونحافظ عليهم واما ان احنا ما نكلفهمش بالمهمه دي لو هي مهمه مش مظبوطه. يا اما نحافظ عليهم. احنا قبل كده كان لنا سوابق مع الدكاتره البيطريين في المجازر وازاي كان اي جزار الدكتور البيطري بيصادر الدبيحه بتاعته او بيعمل مشكله مع الدبيحه بتاعته كان ازاي الجزار وصلت لحالات السنة اللي فاتت عرضناها في البرنامج ده ان الجزار بيعتدي على الطبيب البيطري في المجزر. ودي واحدة من سلاسل او سلسلة من سلاسل الاعتداء على الاطباء البيطريين وما لهمش حد يا عيني يقف معاهم. ما هو ان كنت انا بأسعى الى منصب نقيب او ان انا اكون عضو نقابي او كذا او كذا او كذا فانا بسعى له ليه؟ شرف يعني حاجه كده كويسه بالنسبه لي ماشي حاجه كويسه بالنسبه لك، انما بالنسبه للدكتور بقى نفسه انت بتفيده في ايه؟ انت بتحميه ازاي؟
يعني حاجة تحرق الدم. فأرجوكم بالله عليكم، بدل ما أنتم مهتمين بالصراعات على مناصب زائلة وزائفة، لا اهتموا بقى بالدكاترة دي، اهتموا بالدكاترة دي اللي بيطلقوا كده في الهواء، يعني بيتساموا كده في الهواء الطلق ماشي، بدون أي مدافع عنهم. الطب البيطري ده ترس من تروس الصناعة اللي احنا مهتمين بيه. هنتنقل من الطب البيطري ومن دعوتي للسادة البيطريين اللي يعني مش عايز اقول لفظ خارج، بس يعني حاجة يعني بالنسبة للكرسي يعني متهافتين، خلينا نقولها باللفظ الكويس، متهافتين قوي على الكرسي. يعني حاولوا تخدموا هؤلاء البشر. هنطلع لحديث الساعة في صناعة الدواجن. حديث الساعة في صناعة الدواجن هو الكتكوت، آسف، هو الحج كتكوت مش الكتكوت، ما ينفعش دلوقتي نقول له كتكوت، هو دلوقتي كل اللي نقدر نقوله عليه هو الحاج كتكوت، أو كتكوت بيه، أو كتكوت أفندي. ما هو أبو 13 جنيه وربع ده ما ينفعش نديه باسمه كده، لا لازم نديله لقب. لما يكون الكتكوت البيه الكتكوت الحاج كتكوت ب 13 وربع يبقى لازم يكون له لقب. ايه 13 وربع دي؟ انا مش فاهمها. وعشان انا مش فاهمها، هم اربع رسائل في موضوع الكتكوت ده، اربع رسائل ما لهمش خامس. اول رساله للدوله، الدوله متمثله في وزاره الزراعه، في وزاره التموين، في جهاز حماية المستهلك وكذا، يعني وزارة التجارة، يعني أي حد معني في الدولة بهذه القصة اللي فيها الكتكوت ب 13 جنيه فهي رسالة. حضراتكم المفروض إن يكون عندكم ميزان واحد، لما أسعار الدواجن بترتفع بنلاقي الدنيا كلها بتلوح باستيراد دواجن من بره عشان ننزل سعر الفراخ، ونقول ان المستهلك حرام ان هو يشتري فراخ غالية، وحقكم حقكم كدولة تحافظوا على المستهلك، اهلا وسهلا وما عنديش اي اعتراض، بس لازم يكون الميزان واحد. يعني لازم طالما حضرتك بمجرد ما الفراخ بتغلى بتهددنا بانك تستورد فراخ من بره عشان تنزل سعرها، فبالتالي وقياسا المفروض لما سعر الكتكوت يبقى عبيط كده، لما سعر الكتكوت يوصل ل 13 جنيه وربع، المفروض ان حضرتك يا ممثل الدوله تتدخل عشان هذا السعر مش منطقي. هذا السعر يساوي خسائر فادحه للمربيين، فالمفروض تتدخل. اليه تدخلك ايه؟ دي مش قصتي. ما هو انا مش في المنصب عشان اقول لك اليه التدخل بتاعت حضرتك ايه. حضرتك لازم تتدخل باليه حضرتك المفروض تكون عارفها. لما يوصل سعر الكتكوت ل 13 جنيه وربع يبقى جهاز حمايه المستهلك، اصل الفرخه زي ما هي مستهلك، زي ما هي حد بيستهلك الفرخه، الجمهور البشر الناس المواطنين بيستهلكوا الفرخه، الكتكوت هو برضو سلعه احنا كمربيين او مربين الدواجن هي سلعه عندهم، فانا كده مستهلك لهذه السلعه. فلما حضرتك تسيب هذه السلعه توصل لاربع اضعاف تكلفتها، يعني ان كان مثلا الكتكوت بيتكلف 4 جنيه مثلا يعني، ويتباع ب 13 جنيه فحرام، حرام ومش منطقي. وبعدين بقى قصه العرض والطلب، الجمله جمله حق ينتج عنها باطل. موضوع العرض والطلب ده بيساء استخدام موضوع العرض والطلب. كل ما نتكلم في قصة يتقال لنا ده عرض وطلب، الفراخ ترخص يبقى عرض وطلب، الكتاكيت تغلى يبقى عرض وطلب. اما انا فين يا دولة من التنظيم؟ ما انا لازم انظم هذه المواضيع. اصل اللي هيدخل ب 13 جنيه وربع ده هيخسر. دي رسالتي الأولانية للدولة. يا دولة بالله عليك تدخلي في هذه الأسعار.
ومحدش يقول لي آلية تدخلك ايه، لان حضرتك ادرى مني بهذه الآلية. اعملي اللي انت عايزاه، بس حاولي شوية تنزلي هذا السعر العبيط للكتاكيت. والدولة قادرة بالمناسبة، الدولة اذا ارادت فعلا. لما بتكون عايزة تعمل حاجة احنا متفقين ان هي بتعملها، تعملها ازاي بقى دي شغلها، بس هي لما بتعوز تعمل حاجة بتعملها. عندي رسالة تانية للإعلام. الإعلام اللي بمجرد ما السعر الفراخ بيغلى بنلاقي البرامج، وإزاي والفرخة بقت ب 30 جنيه والمستهلك، وإحنا ما تزعلوش يا مربين بقى لما نستورد لكم، بيقعدوا يهددونا إعلاميا يعني. طيب حضرتك برضو ما المفروض يكون عندك نفس الميزان، ولما تلاقينا إحنا في مصيبة زي اللي إحنا فيها دي بتاعت أسعار الكتاكيت، المفروض برضو إن حضرتك تتكلم عنها. ولا هو حلال في حته وحرام في حته ولا ايه؟ طالما حضرتك بتتدخل لصالح عام، يبقى كما تتدخل في ان اسعار الفراخ تقل برضه تدخل نفس التدخل. ولا هو تدخلك في سعر الكتاكيت مش بيبقى سخن، يعني ما تبقاش حاجه سخنه كده تعمل ضجه وتعمل وتتشير وكذا وكذا. احنا بندور على الحاجات السخنه بس، انما الحاجه اللي فيها مصلحة عامة لا دي عادي ممكن ما نتكلمش فيها. المربي حاليا متروك برضو في الهواء الطلق بالنسبة لأسعار الكتاكيت للأسف اللي وصلت ل 13 جنيه وربع. وبعدين 13 وربع دي شركة من الشركات بتعلنها، قوم ايه بقى؟ قوم لما، وهي أصلا إنتاجها ضعيف جدا وكل السامعين عارفينها، انتاجها ضعيف جدا، فبتقول السعر اللي هي عايزاه وانتاج محدود بيتباع. قوم بقى بقيه الشركات اللي تحتيها لما يجروا وراها كده ويقوموا مسعرين الفراخ ب 11، الكتاكيت ب 11، يبقوا بيحمدوا ربهم وبيبوسوا ايدهم ووشه ده ويقولوا ده هو الكتاكيت ب 13 وربع واحنا بناخدها ب 11. لا، ما هو 11 نيله وصخمات، هو 11 دي عدله قوي، و10 و9 و8 و7 زفت الزفت، تكلفه عاليه، مش في ريسك جامد حاصل عليك يا ايها المربي وانت بتشتري الكتكوت بهذه الاسعار. دي تاني رساله للاعلام، يبقى قلنا رساله للدوله ورساله للاعلام. عندي رساله بقى لشركات الكتاكيت نفسهم، الامهات نفسها اللي بيبيعوا دلوقتي ب 13 جنيه وب 12 وب 11. انا في هذا البرنامج لما كنتوا بتبيعوا كتاكيتكم رخيصه انا وقفت جنبكم ودافعت عنكم وقلت حرام يا ناس تبيعوا الكتاكيت بالاسعار دي، وطالبت بان الاسعار تزيد رغم ان انا من مصلحتي ان الاسعار ما تزيدش لما كنتوا بتبيعوا بجنيه وباتنين جنيه وكذا يعني. فانا وقفت جنبكم، وحقيقي انا مش عايز اقول ان انا ندمان ان انا وقفت جنبكم، انا ندمان فعلا، لان في هذه الصناعه وللاسف اللي بيطول وش اخوه بيسلخه، محدش بيرحم حد. لما بتقدروا ما بتعفوش، لما بتقدروا ما بتعفوش، ولذلك برضو في اليوم اللي المربي بيقدر عليكم فيه مش بيعفى عنكم، ولو طال ياخد كتاكيتكم ببلاش هياخدها، لازم يبقى فيه عدل. لا هي عايزينها ب 13 ولا احنا عايزينها ب 2 جنيه، احنا عايزينها بالعقل في المقبول ب 5 جنيه ب 6 جنيه كحد اقصى، انما لا ب 2 وال 13 دي مش مقبوله. آخر رسالة والرسالة الرابعة للمربي بقى نفسه. على مدار سنتين من البرنامج ده كنا دايماً نلوم الوزارة، نلوم مسؤول، نلوم شركة، نلوم مصنع، بنيجي جنب يعني أول ما بنوصل عند المربي وبنطبطب عليه، بنطبطب عليه. النهاردة مش وقت طبطبة يا جماعة، النهاردة مش وقت طبطبة خالص. النهاردة أنا بقول لك يا مربي، يا عزيزي، يا صديقي، يا زميلي، حضرتك ليك دور في السعر ده. وأنا عادة لما بنصح حد أو لما بنصحكم بكون أنا أول واحد بنفذ اللي أنا بنصح بيه. أول مرة في حياتي المرة دي أنصحكم وأنا مش بعمل اللي أنا بقوله لكم. أنا مدخل كتاكيت الأسبوع اللي فات وعندي تدخيل كتاكيت الاسبوع اللي جاي. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ بنصحكم بنصيحه انا ما عملتهاش، عشان انا فقدت الثقه فيكم.
انا فقدت الثقه فيكم يا ايها المربيين، فقدت الثقه ان انتوا ما عندكمش القدره انكم تعملوا حاجه، ما عندكمش القدره انكم تقولوا لا. في حاجه اسمها محاربه الغلاء بالاستغناء، هي الكتاكيت دي اللي بتطلع ب 13 جنيه وب 12 وب 11 دي، ودعوات المقاطعه وما تجيبوش كتاكيت، والناس كلها قاعده تقول ما تجيبش كتاكيت. امال مين اللي بيشتري ابو 13 ده طالما احنا كلنا كده بنعمل دعوات مقاطعه ورافضين السعر ده؟ مين بقى اللي بيشتري؟ كل واحد فاكر نفسه اذكى اخواته، كل واحد فيكو فاكر نفسه اذكى اخواته، وان هو هيدخل بقى هيقول للناس قطعوا وهو اللي يدخل، وبعدين يبقى يطلع لوحده وكذا يعني. معلش انا مش هعرف اطبطب عليك في قصه زي دي، انا مش هعرف اطبطب عليك، ولازم اكون صريح معاك، انت جزء من المشكله. لا مش انت جزء كمان، ده انت الجزء الاكبر. ما هو حضرتك لو امتنعت، لو امتنعت وقلت انا مش هلغي حجز الكتكوت ابو 13 جنيه او ب 11 او ب 10 او الكلام من هلغيه، لو حضرتك عملت كده الكتكوت هينزل لاسعاره الطبيعيه، انما حضرتك مش هتعمل كده. وعشان حضرتك مش هتعمل كده انا فاقد الثقه فيك، عشان كده انا مش هفضل قاعد حاطط ايدي على خدي ومستني انكم تتكاتفوا عشان الاسعار تنزل. لا، اللي يسري عليكم اديه بيسري عليا وخلاص. بالله عليكم يعني لو بعض ترابط، بس بعض ترابط الوضع هيختلف. بعض ان انتوا تتجمعوا على كلمه رجل واحد، احنا مش هندخل كتاكيت بقى زياده من 7 جنيه ان شاء الله ما دخلت خالص. ويوم ما تعملوا كده هكون انا اول متصدرين المشهد، انما تصدروا لوحدي انا كده مش نافع. فبالله عليكم ولتكن النهارده بدايه ان احنا نقف وقفه لاسعار الكتاكيت دي. دي الاربع رسائل اللي انا كنت حابب اقولهم بخصوص الحاج كتكوت، كتكوت افندي او كتكوت بيه ابو 13 جنيه. عندي قصه تانية بالنسبه لبيض المائده النهارده، برضو موضوع يعني مثار وفي جدل كتير. ايه هو بقى؟ الفراخ المنتجه لبيض المائده اما بتتربى في بطاريات او بتتربى في ارض يعني، كويس. وعاده منذ قديم الزمن يعني، وهي البيضه اللي بتطلع هي بتتباع بنفس السعر. قوم ايه بقى الاسبوع اللي فات ظهر علينا احد السماسره الكرام وجاء بدين جديد، قال لك لا، البيض اللي بيطلع من تربية أرضي هيتباع أقل نص جنيه من البيض اللي بيتباع في البطاريات. وعملوا قانون بقى، ده قانون إن البيض الأرضي أقل نص جنيه. وأنا عايز أسأل يعني، مش هكلم المربيين يعني ولا منتجين الفراخ، أنا عايز أسأل المستهلك، هل حضرتك يا سيادة المستهلك جه في يوم ما كده وانت رايح تشتري بيض ولقيت بيض ارخص من البيض التاني وقال لك لا ده معلش اصل ده بيض تربيه ارضي؟ ما اعتقدش. ده مش ما اعتقدش، ده ما حصلتش ولا بتحصل. هذه القصه معموله لاستفاده اشخاص معينه وناس معينه. استفادتهم دي بتساوي ضرر للمربي الصغير اللي هو بيربي في تربيه ارضيه. المربي اللي بيربي تربية أرضية ده اللي كل بيضة بتطلع من مزرعته بيمسكها وينظفها بإيده ويحسس عليها ويحطها في طبقها زي ما يكون بيلف، زي ما قلت قبل كده، هدية للفالنتاين هيديها هدية لحد، مهتم جدا بالبيضة. أنا عايزكم برضو تفرقوا بين كلامي إن أنا بتكلم، في فرق بين إن أنا بتكلم عن البيض البطاريات والبيض الأرضي. مش بتكلم على بيض نظيف وبيض مش نظيف، أنا بتكلم بيض بطاريات وبيض أرض. البيض الأرضي لو مش نظيف، لو طالع من عند صاحب مزرعته كده بيضة مش نظيفة، تتباع بأقل نص بأقل جنيه، بتتباع زي ما تتباع. أنا بتكلم إن هو ما يبقاش قانون. قانون ليه؟ أنا مربي أرضي وبطلع فراخ كويسة، ليه بقى إن شاء الله أبيع بأقل نص جنيه؟
فأنا بدعو السيد المحترم الفاضل اللي عايز يسن هذه السنة يعني إن هو يتراجع فيها، لأنها حاجة مش كويسة على المربي البسيط. عندي موضوع هكلمكم فيه سريعا لأنه هيبقى محور حلقتنا اللي جاية كلها، يعني النهاردة هنتكلم فيه بسرعة وهنتكلم فيه باستفاضة الحلقة اللي جاية. عندي أخويا وصديقي الأستاذ ماهر خضيري. الأستاذ ماهر خضيري هو اللي عامل هذا الدليل، دليل اسمه دليل هايل، دليل هايل. هذا الدليل بقاله سنوات، احنا طلعنا كده من 10 سنين ولا من 15 سنة في صناعة الدواجن لقيناه هو عامل هذا الدليل. هو دليل محترم بيضم كل الشركات وبيضم المصانع العلف وبيضم يعني حاجة مهمة في الصناعة. الأستاذ ماهر الخضيري ابتدعها من 10-15 سنة وأصدر هذا الدليل، وهو دليل محترم. أستاذ ماهر الخضيري أنا بعتب عليه النهاردة في مقالة هو كتبها من حوالي 10 أيام أو 15 يوم. أنا بأكن ليه كل احترام، وأنا قبل ما أتكلم عنه النهاردة أنا سألت عنه ناس كتيرة قوي، وبصراحة أجمع الكل على إن ماهر الخضيري إنسان محترم جدا، وحد يعني حد فوق مستوى أي حاجة صغيرة. أنا بعتب على أستاذ ماهر الخضيري لأنه من 10 أيام أو من 15 يوم كتب مقالة مفادها. المقالة دي بيتكلم فيها عن تقريبا شركة مزرعتي. مزرعتي دي شركة في المقابل بتنتج هذا الدليل برضو. الدليل ده هي اللي بتنتجه مزرعتي، تمام؟ دليل محترم طبعا، هايل، أقدم من مزرعتي، بس مزرعتي طلعت إصدار محترم، دليل زي دليل هايل. ومزرعتي شركة عندها حاجة اسمها أكاديمية بتعلم فيها الطلبة، تعلمهم إزاي يربوا دواجن أو فراخ أو سمك أو عندها أكاديمية كاملة. مزرعتي عندها أبليكيشن لو دخلت عليه في أي وقت بتعرف كل حاجة عن الصناعة. مزرعتي بتعمل مؤتمر سنوي، هذا المؤتمر السنوي بتكرم فيه ناس في صناعة الدواجن. الناس دي يعني بتقول لهم شكرا، بتقول للناس دي شكرا. ماهر الخضيري كتب مقال بيقول فيه ان مزرعتي اثناء تكريمها للناس هي بتعطي ما هو ليس من حقها لمن لا يستحق، ان هذه التكريمات لا هم من حقهم يكرموا، لا مزرعتي من حقها تكرم حد، ولا اللي بيتكرموا من حقهم ان هم يكرموا. وانا زعلان جدا من مقال استاذ ماهر، لان مزرعتي فعلا. اقول لكم على حاجه، احنا كنا بقالنا سنتين كل سنه في اخر السنه بناخد اجازه شهر، الشهر ده ما بنقعدوش في بيتنا، بنحضر فيه مؤتمرات وايفنت وكذا وكذا وكذا. احب افرجكم على دقيقتين كده من احتفاليه مزرعتي، دقيقتين من احتفالية مزرعتي، المظهر اللي بتطلع بيه مزرعتي في احتفالياتها، وتشوفوا الأول هل مزرعتي دي حاجة تستحق ولا ما تستحقش. تفضلوا يا جماعة. We'll be right back.
حضراتكم شفتوه جزء من احتفالية مزرعتي اللي بتعملها كل سنة. وأنا شايف الناس دي ناس مبدعة، الدكتور أو المهندس ممدوح العمري وفريق عمل مزرعتي هم ناس فعلا مبدعين بكل ما تحمله كلمة إبداع من معاني. عشان كده أنا الحلقة دي مش هنتكلم كتير في موضوع مزرعتي، وهنفرد لها الحلقة اللي جاية كلها، وإن شاء الله يشرفنا المهندس ممدوح العمري معانا. هنعرض لكم بقى إيه؟ هنعرض لكم الناس اللي كانت موجودة في مزرعتي، هتشوفوهم اللي احنا ما بنشوفهمش عادة وبنسمع عنهم بيبقوا موجودين في مزرعتي. مزرعتي اللي ماهر الخضيري قال عليها انها بتعطي حق مش من حقها لمن لا يستحقه. لا انا عايز اقول لك لا يا استاذ ماهر، وهقول لكم قصة صغيرة خالص، ومش هنعرض لكم فيديوهات تانية النهاردة في موضوع مزرعتي، لأننا هنعرضها كلها الحلقة اللي جاية. الحلقة اللي جاية من أولها لآخرها هنعرض لكم فيها احتفالية مزرعتي. من 3 أو 4 سنين كنت بأنتج بيض مائدة، كانت شركة اسمها تترا. تترا كتكوت، تترا ده كتكوت بياض بيض مائدة. فالمهم دخلت كتكوت الشركة دي وبدأت أربي فيه. المهم إن الكتكوت ده حقق معدلات أكبر من المعدلات اللي شركة تترا كتباها في الكتالوج بتاعها. يعني الكتالوج بتاع تترا بيقول إن المفروض الأوزان في عمر كذا تبقى كذا، المفروض إنتاجها يبقى كذا. اللي حصل عندي إن هو حقق معدلات أكبر من المعدلات اللي الشركة الأم اللي هي الشركة المجرية كتباها في كتالوجاتها. فما كان من الشركة المجرية، لأن تترا دي مجرية، شركة مجرية بالأساس يعني، ما كان من الشركة إلا إنها قررت تبعت وفد ليا إنها تعرف إيه اللي بيحصل عندي. الوفد جاي يزورني، جاي من المجر، فلازم نعزمه، إحنا يعني المصريين لازم يعملوا الواجب يعني، وبننشط السياحة بالمرة، فلازم نعزمه. المهم عملنا لهذا الوفد عزومة محترمة اللي جاي من المجر. العزومة كانت في البيت. أنا أول ما شفت منظر العزومة قبل ما الناس يجوا، فقررت إن أنا من جمال العزومة أدخل لمراتي أبص هي شكلها عامل إيه. فدخلت ببص عليها لقيتها مجهدة وتعبانة ومعاها الناس اللي بيساعدوها، بس هي مجهدة جدا. فلما دخلت لها جوه قلت لها شكرا، قلت لها شكرا والله وبالله ان الإجهاد اللي على وشها كله راح لمجرد كلمة شكرا. يعني كلمة شكرا الإجهاد راح، ودي دعوة. لان احنا ليه ما نقولش شكرا لبعضنا؟ ليه لما حد يعمل حاجة كويسة ما نقولوش شكرا؟ انا بتفرج على فيلم اجنبي اول امبارح، كان في جملة حلوة قوي بتتقال، بيقولك كل بني آدم فينا محتاج إن هو على الأقل حد يسقف له مرة واحدة في حياته. يعني محتاج إن حد يسقف لي ولو مرة واحدة، بيحسسني إحساس مختلف. الدرع اللي سلمته مزرعتي، الدرع ده أنا على مدار سنتين دلوقتي بأكرم كبرنامج من مزرعتي، كأفضل برنامج متخصص او كاحد المؤثرين في صناعه الدواجن في في فيك يا بلد. الدرع اللي عاملاه مزرعتي ده يساوي كام؟ تكلفته يعني قيمته كام؟ 200 جنيه 500 يساوي 1000 جنيه يساوي ايه يعني؟ اقصى حاجه يعني هيساوي 1000 جنيه، ايه المشكله؟ انما هو قيمته مش في هو يساوي كام، قيمته في انك بتقول لحد شكرا على المجهود اللي انت بتبذله. ولما بتقول لحد شكرا على المجهود اللي انت بتبذله، بياخد هو سنه بعديها بينحت في الصخر فرحان بكلمه شكرا. يا ريت برضو نقول لبعضنا شكرا، ما فيهاش حاجه ولا عيب ولا حرام، نقول لبعض شكرا. وده اللي بتعمله بقى مزرعتي. مزرعتي كل سنه بتنتقي مجموعه من المجتهدين تقول لهم شكرا، وانا شايف ان ده ابداع. ايه اللي مزعلك بقى يا استاذ محمود؟
يا استاذ ماهر يا خضيري، ايه اللي مزعلك في انك ان مزرعتي بتعمل كده؟ اولا حضرتك شهادتك مع كامل احترامي ليك، وبقول ان انت حد مقدر في الصناعه، بس اولا انت شهادتك مجروحه لانك منافس. انت منافس، يعني حتى لو جيت من حد مش بينافسهم هتبقى مقبوله، انما انت منافس ليهم. وهقول حاجه، زي ما انا اشدت بيك وقلت إن كل الناس بتشكر فيك وانك راجل محترم، انا عايز اقول ان الفرق بينك وبين مزرعتي ان انت ما تطورتش، انت زي ما انت من 10-15 سنه. مزرعتي كل سنه بتبدع. ممدوح العمري، المهندس ممدوح العمري، كل سنه بيبدع وبيعمل حاجه جديده بتخلينا قاعدين في ذهول. من ان هو يعني احنا طول عمرنا نقول ايه، كل ما احضر مؤتمر مزرعتي دي اقول ان ده قمه الابداع وان هم خلاص كده جابوا اخرهم. اجي السنه اللي بعديها الاقيهم بيبدعوا اكتر من السنه، بيبهروني بصراحه. ارجع تاني لكلمه شكرا. الدرع اللي استلمناه سنه واستلمناه سنه تانية، هم عاملين كمان السنه دي درع زي الدرع بتاع اليوتيوب، حاجه مختلفه يعني. كل سنه بيفكروا طيب سؤال كمان. شركة بتملك أكاديمية، وبتملك دليل بهذه القيمة، وبتملك مؤتمر سنوي زي اللي حضراتكم ممكن تبقوا شايفينه قدامكم على الشاشة، وبتملك أبليكيشن. إن ما كانتش شركة زي مزرعتي دي تستحق أو تبقى يعني ما يعني من حقها إنها تكرم العاملين في الصناعة، يبقى مين إن شاء الله اللي هيبقى من حقه يكرم بقى؟ يعني لو هذه الشركة مش من حقها، يبقى مين اللي من حقه يكرم؟ راجع نفسك يا أستاذ ماهر في اللي حضرتك قلته. حضرتك أسأت لكل من كرم في هذه الاحتفالية العظيمة المحترمة. وبنكرر عليكم ان انا مبسوط بان مزرعتي بتقول شكرا للناس، وحتى لو كانت شكرا دي مش بتتقل للصفو. طب اقول لكم على حاجه قبل ما نطلع فاصل. ان شاء الله هيتم برنامج حزبة بيرما سوف يكرم مجموعه من العاملين في هذه الصناعه اللي مش الصفوه بقى. ما احنا مش هنكرم الصفوة، خلاص الصفوة بيتكرموا من جهات كثير. احنا هنكرم الناس العادية. ايوه هنكرم الناس العادية. لأن الناس العادية دي في الصناعة دي بيستحقوا برضو انه يتقال لهم شكرا. بيبذلوا مجهود وبيعانوا. يعني أسامي كثر هنكرمها إن شاء الله قريبا جدا في هذا البرنامج. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني يا جماعة، اتفضل. جات لنا الفرصة ان احنا نبارك للدكتور السيد مرزوق القصير وزير الزراعة. الف مبروك توليك معالي الوزير. وسريعا مش هاخد دقيقتين، احنا لما تولى الدكتور عز الدين ابو ستيت احنا استبشرنا خير وقلنا ان شاء الله خير، وان شاء الله الراجل كان له تصريح حلو قوي اول ما تولى الوزاره وبقينا فرحانين بيه قوي. شويه شويه وفوجئنا ان الدكتور عز الدين ابو ستيت ما عملش اي حاجه لوزاره الزراعه، ولذلك البرامج وكذا وكذا ما بتبقاش ساعات تقدر تقول للوزير حاجه وهو موجود. انما بعد رحيل الوزير عز الدين ابو ستيت بدات المواقع الإخبارية والبرامج تقول أنه لم يترك بصمة. إحنا هنا كنا بنقول
انما انا بتكلم في عموم البرامج والمواقع وكذا. احنا هنا كنا بنقول ان الدكتور عز الدين ابو ستيت ملوش تواجد في كل المواقع، في كل المواقع. بعد ما الراجل مدته انتهت قالوا له انت ما كانش ليك بصمة. انا بقى عايز اقول لألف مبروك للدكتور سيد مرزوق القصير، وبقول له ان احنا نتمنى من ربنا ان حضرتك ما تنهجش نفس النهج اللي نهجه معالي وزير الوزير السابق، وان حضرتك خدت فترة احنا سايبينك فيها براحتك لحد ما تشوف الملفات ايه اللي في الوزارة وتتدارسها كده وتفتحها. بقى لنا دلوقتي اكتر من شهرين ثلاثة، فالمفروض ان حضرتك بقى تبقى يعني ايه اخدت على الجو وتبدأ تورينا حاجة، بدل ما نفضل برضو، لان انا عندي مقياس السوشيال ميديا. بعد ما كانوا بيهللوا للدكتور عز الدين ابو ستيت في اواخر توليه كانوا مبهدلينه، فاحنا مش عايزين ده يحصل تاني. وزارة الزراعة يا معالي الوزير، حضرتك الوزير تقريبا رقم 81 او 80 او حاجة زي كده. الوزارة دي تولاها 80 وزير، ابتداء من وزير تولى شهرين لحد وزير تولى 22 سنة. وهي كانت في الاول نظارة، كانت نظارة. بدأت موضوع وزارة دي سنة 1913. فأتمنى من ربنا ان حضرتك يعني تكون عند حسن ظننا وما تخيبش املنا فيك زي ما اللي قبلك خيب املنا فيه. شكرا جزيلا، نلقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.